هذا البرنامج برعاية بمناسبة شهر رمضان. تمتع مع ليلى باللي برومو سبيسيال على الجافيل. ليلى تتمنى لكم رمضان مبروك. ليلى تتمنى لكم رمضان مبروك. انتوما اخترتوا سي كامبلي برودوي دو لاني 2023. فانواز حلوة منك. ودينا محلاك محلاك يا لميمة. وديما النعورة أصل الشمية. عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد على قناة نسمة جديدة في برنامجكم اليومي صحتك في صحنك. كالعادة ترافقني أخصائية التغذية إنصاف الحاج حسن، وزيدا نلقاو الشيف وليد من باتسيري بن يدر اللي أمن لكم الروسيتات الصحية. اليوم موضوع يهم برشا توينسا يسختو اللي يحبوا يحافظوا على اللياقة البدنية متاعهم في شهر رمضان، وخاصة زيدا الرياضيين. هذاك علاش اليوم باش يحضر معنا ضيف سبيسيال تتعرفوا عليها شوية آخر. ما قبلها نحب نذكر بالكونكور جو كونكور اللي عملته لمارك فرانسيز شنايدر باش تربحوا لافيسيل 13 كوفير. ما عليكم كان تدخلوا على الباج شنايدر تونيزي، تعملوا جيم للباج وتحطوا كومنتير على الفيديو اللي باش تلقاوه متاع صحتك في صحنك، وهكا باش تدخلوا في القرعة اللي باش تصير نهار 10 أبريل وإن شاء الله تربحوا لافيسيل هذه. أول حاجة توا باش نستقبل أخصائية التغذية إنصاف. عسلامة. مرحبا بك إنصاف. إنصاف اليوم سوجي التغذية والرياضة. الرياضيين أكثر ناس يظهر اللي قاعدين يردوا بالهم على رواحهم وفريمون مركزين على الأخر مع تغذيتهم. بأنا اليوم باش نعطيهم شوية نصايح في شهر رمضان. بالنسبة لشهر رمضان ما لازمهمش يخافوا، راهي فرصة باش ننظفوا بدننا في سوايع الصيام من لي توكسين، وبعد شقاء الفطر باش نغذيوا بدننا بطريقة صحية. أنا باش ننصحكم تويكا الطاقة بتاعكم للرياضيين باش تجيبوها في صحننا لازم يكون 60% من الحرارات مثل في السكريات. باش ناخذوا الطاقة ما يجيناش التعب وما يجيناش الفشلة كي نعملوا لي سيونس دو سبور نتاعنا. اما السكريات هذوما لازمنا نركزوا في الكاليتي بتاعهم، ماناش باش ناخذوا لا لي بيسكوي اندستريال لا لي جو دو كونسيرف لا حتى شيء، باش ناخذوا سكريات دو تري بون كاليتي اللي هما لي سيريال كومبليت البقوليات. السكريات بتاعنا لازمهم يكونوا دو تري بون كاليتي اللي هما لي سيريال كومبليت ولا لي ليجيمينوس. لي بروتين بتاعنا لازمهم يكونوا من لا فياند ماغر اللي هما الدجاج العظم الحوت مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع. بيان سور خاطر لي سبورتيف كيما نعرفوا يحبوا يحافظوا على الكتله العضليه بتاعهم. بيان سور ناخذوا لي فرماج والمشتقات الحليب المخفف. الكالكول بتاع لي بوزوان اون بروتين بتاعنا باش تحسب 1 غرام فاصلة 8 على كل كيلو ميزان، هذاك اللي نستحقوه. وما ننساوش بيان سور الماء، لازمنا نكونوا راويين بالقدا باش ما نحسوش بالتعب والفشله ويجيونا لا كرامب. راهو اذا كان لي موسكل بتاعنا نقصوا في الماء راه باش يجيونا لا كرامب. دونك 30 مليليتر على كل كيلو ميزان بتاع سبورتيف. تري بيان. عايشك انصاف. انا توا نمشي للشيف وليد نشوف شنو المنيو نتاع الليله. شيف شحوالك؟ صافا الحمد لله. خليك عايشك شيف، شنو المنيو الليله؟ دونك اليوم اخترنا باش نعملوا سباغيتي انتيغرال اي بيضا، باش نعملوا معها ليغوم دي ليغوم او فابور بي، وباش نعملوا ان شاء الله معها ستيك بوف هي غري في مع بولدينا بيس. داكور. دونك عندنا كيك فانواز فاني، دونك باش نعملوه باش نزيدوا شويه حاجات. عندنا فلاكون دافان، عندنا شويه زبيب، عندنا شويه مكسرات. مكسرات تري بيان. فوالا. وباش نعملوا ان ديتوكس. باش نعملوا ان ديتوكس بيان سور، فيه تفاح، فيه شويه بردان، فيه كيف عندنا شويه كاروت اللي هو
ديسك سونيريا باه ولا شويه وريقتين عليها باه دونك ان شاء الله خيب ملا نبداو شيف هاي اول حاجه دونك نبداو هي السباغيتي انتغرال نتاع ورده دونك نستحقوا الزيت الطماطم طماطم سيكام الباستا شيف شنو تحب سباغيتي انتغرال دونك تمام باه دونك عندنا السباغيتي انتغرال ورده عندك زيت نجمه وتحب لي طومات ناخذ الطومات تاعنا تاع سيكام كوب باش ناخذ الطومات بيلي اللي هي اونتيير باش نحطوها احنا مش تعملها محرحره شايف ولا ليه نعملها شويه ريسه سيكام باهي اوكي تري بيان باه اول حاجه نبداو بالزيت كل هذا خلينا المقله نتاعنا تيفال كل هذا دونك نحطوا شويه زيت فوالا دونك توا باش تحلي الطومات 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 هذيا بولي اونتيير دونك كيما تراو لوفيرتور نتاعها سهلة على الاخر تتحل في فيسا باش نعملوها به كي هذا شنايدر البرا ميكسور باش نستعملو تاع شنايدر باه تري بيان فوالا دونك شنايدر ياسر باه دونك نحطها لك لهنا شايفة فوالا باش نحطو فوالا بربي اروى في اختيار الدهنيات لي سبورتيف لازم يختاروا الدهنيات اللي غنيه بالفيتامين او وبالاوميغا 3 باه باه ميرسي شطوب دونك شوف نكملوا نرحيوا الطماطم نتاعنا دونك سير ياسر بيان فوالا باه دونك احنا باش نعملوا صوص روزي دونك لازم نرحيوا الطماطم نتاعنا نحطها شايف الزيت باه دونك ما نقليوش كل شيء في البارد كي العاده فوالا دونك الفحم تاعنا كي العاده نضيفو في الاخر باه دونك باش نعملو الدواء تاعنا اللي ديما الكركم اي نستعملو وما ننسيوش بيان سور الهريسه انا خاطر نحبها محرحره شايف دايوغ لي سبورتيف ما لازمهمش يحطوا لي زيبيس القويين خاطر ينجم يقلقهم بعد وقت اللي يعملوا سيونس دو سبور تاعهم نختاروا دي زيبيس خفيف وما نكثروش باهي وديجا هي البات انتغرال دونك ما فوالا وريقه رانت كي العاده دونك عندنا شويه هريسه جيسيكا تري بيان دونك باش نحطوا شويه فلفل معاها اي سبورتيف باش نحرحروهم شويه اي فلفل شيح فوالا الزعتر في الاخر كي العاده باه والثوم في الاخر والثوم في الاخر تري بيان باه في الاخر كيما العاده فتوا باش نتعديو نعملوا نحضروا الستيك والخضره نتاعنا والخضره ديجا طيبت هذيا في الفابور فورا دونك كسكس تاعنا دونك شويه جلبانه شويه قرع اخضر وشويه بروكلو باه لازمناش ننساو الخضره والغلة لي سبورتيف خاطر راهو وقت لاكتيفيتي سبورتيف راهم خرجوا برشا عرق دونك يخرج برشا املاح معدنيه من بدننا نعوضوهم بالغله والخضره الاملاح المعدنيه والفيتامينات باه تري بيان والستيك شيف الستيك نتاعنا مش باش نعملوا شيء حتى الحم انا ما فوقوش دونك ديريكت ما باش نستعملوا جولدينا بلس باه نحطوا في الجولدينا بلس ومن بعد نفوقوا بعد ما داكور باه مالا انا نجيب لك الجولدينا بلس تسخن نحطوا فيها شويه جولدينا بلس اللي هي نذكروا اللي بدون كوليسترول وفيها الاوميغا 3 واللي فيتامين ا اي او
اللي هما مهمين للي سبورتيف على خاطر لي فيبر ميسكولير راه مستحقوا الفيتامين او باش تكون بلو سوبل بلو طونت داكور بيه شيف فوالا دونك حطوا شويه جولدينا اي بيان باش نسوتيو الستيك نتاعنا وهذيا سي بون شيف ماكش تعملوا حتى شيء دونك مفوره حاضره فوالا دونك كيما قلت انا نذكر مساعد تفويله دونك كسكس المهم الوطه الخضره من فوق مغطيه دونك حاجه صحيه تري بيان باهي شيف ملينا نمشي للانساف نزيد ناخذ ما عندها نصائح بالنسبه للي سبورتيف ونرجع لكم بعد نكملوا المقارونه نتاعنا انساف باش نحكيو في وقت سيونس دو سبور سبورتيف شنو يهز معاه للسال دو سبور ولا ويمشي يعمل لاكتيفيتي بتاعو بالنسبه للناس اللي باش تمشي تعمل سبور بتاعها بعد شقال الفطر يهزوا معاهم دبوس الماء ويحطوا فيها مغرفه صغيره نتاع عسل باش ما يحسوش اذا كان ما يحسوش بالقلق اذا كان نقص لهم السكر شويه من بدنهم كان طاح لهم السكر هكا يبدا عندهم دبوس الماء فيها مغرفه عسل وتبدا معاهم اون باغ والا اون بول فيها شويه دقله مثلا فيها شويه دي فروي اولياجينو كيما لوز بوفريوه نعملوهم دي بول والا دي باغ دي بول انرجيتيك نهزوهم معنا باش نعوض اكل كميه السكر كان حسنا روحنا شويه قلق باهي كملنا وروحنا وارتحنا ودوشنا وكل شيء لازمنا ناخذوا ان بلا متنوع فيه شويه سكريات متكامله ودو بون كاليتي الخضر والغلال بتاعنا بيان سور لتعويض الاملاح اللي خرج من بدننا وقت لاكتيفيتي والفيتامينات باش ناخذوهم اكيد باش نغذيو رواحنا ونبقاو ديما في فورمه باهي وما ننساوش لازمنا ديما ناخذو ان ابور محترم في المغنيسيوم بور ايفيتي لي كرامب داكور والمغنيسيوم دو بريفيرونس ياخذوه وقتاش وفي وقت الماكله ولا بعد ولا مع السحور ولا ما يسالش ينجموا يقسموه بلوزيور فوا من شقان الفطر للسحور معناها ياخذوا مثلا شويه بنان وقت شقان الفطر تري بيان بي ميرسي بوكو انساف نرجع لك انا توا نمشي نتفقد الشيف شيف الستيك نتاعنا مريقله دونك شيف باش نسالك سؤال ما نعرفش انا صحيح هو اللي ليغوم نتاعنا مش نعملوهم في نفس المقله اللي تعملت فيها اللحم ولا اللي يحب ينجم السبورتيف اللي يحب ياكل حاجه صحيه ماذا بينا نبعدوا شويه على لكن ما نجموا نعملوهم في نفس خاطر بنين الصوص هذيك اللي فيها نجموا نعملوهم ونجموا نعملوا في نفس البقايا معناها تاع الموجود في المطبخ لي سافور نتاع اللحم وكل شيء ونجموا نعملوا نفس الصوص هنا ياسر زاد مع اللحم باهي تخي بيان شو نزيدوها كيفاش؟ نجموا نستعملوا فرينا نجمو نعملو مايس وشوية كريم فريش بقى تعطينا اون صوص ياسر بيها باهي هذه بالنسبة اللي ماهمش يعملوا في سبور وماهمش يعملوا في ريجيم ولا ايه هو نجم راهو يستعمل كريم فريش اما دوا تيتخ بيان ليجي مخففة باش ما يتقلقش باللي ليكيد باهي والا ينجموا يستعملوا ياغورت ناتوريل ولا في عود الكريم فريش باهي تخي بيان شيف نحلوا البات نتاعنا نحطوا الماء نتاعنا هاي شيف هاكا حليت لك الباغيتي انتغرال جوها بهذي تري بيان ميرسي شيف فقط الصوص شيف تاع المقارونة باش ترمي لها الثوم باش ترمي لها ولا والزعتر الزعتر باش نعملوا له روزاج صح باش نصبوا شويه كريم فريش باش نعملوا روزي نخليك تكمل البلا هذوما وانا باش نمشي نستقبل الرياضي المحترف في كمال الاجسام محمد امين الفخفاخ موضوع حلقتنا لليوم الرياضة والرياضيين في شهر رمضان هذاك علاش يحضر معايا اليوم محمد أمين فخفاخ محترف كمال أجسام باش نحكيو معاه على الرياضة في شهر رمضان أمين بونجور بونجور أروى صباح شحوالك الحمد لله رمضانك مبروك عايش سنين دايم علينا وعليك أمين
باش نخلي لك الكره عندك باش تحكي لي على لي سبورتيف في رمضان. انا نعرف اللي لي سبورتيف ياكلوا برشا وجبات انت 5 و 6 وجبات، كيفاش ينجموا يقسموهم في شهر رمضان؟ تحكي لي على العباد اللي يحبوا يضعفوا في شهر رمضان، اللي يحبوا يحافظوا على الكتله العضليه في شهر رمضان، ذي الكل تصرف فيه. باه نبداو بشويه بشويه. بالنسبه للرياضيين عندهم لي روبا اللي ياكلوهم في النهار، فما اربعه فما خمسه فما سته وجبات، وبالطبيعه نعرفوا اللي تختلف حسب لوبجيكتيف نتاع كل رياضي. فما رياضي يحب يزيد في الفوليوم مسكولير، فما رياضي يحب يضعف. ورمضان تعرفوا اللي يعني شهر فضيل، والناس يعني يعاونها رمضان باش تضعف، وباش حتى البدن هو الدين والعلم يقولوا اللي رمضان دواء وباهي السبار يعني. دونك فيه الصيام وكل شيء. انا كونت زاده فما رياضيين انهم ما يصوموش رمضان يخافوا على يخسر الكتله العضليه نتاعو، وقت اللي هو رمضان حاجه باهيه برشا تعاون حتى على الفوليوم مسكولير. نقول لك كيفاش، نقول لك اللي هو اكثر حاجه يعني تقوي الميتابوليزم عند الرياضي. دونك يقوى الميتابوليزم، يولي لهنا حسب الماكله نتاعو نظام الغذائي اللي ماشي بيه. عدلوا الميتابوليزم نتاعو. اي فما يعني تسرع الميتابوليزم شويه اللي يحرق، والا فهمت حسب كل حد والمورفولوجي نتاعو والماكله اللي هو يعني اللي عملها روحه في لي منو نتاعو. النظام الغذائي نتاعو. دونك بالنسبه للرياضيين اللي يعملوا في خمسه سته وجبات، يصغروا في الكونتيتي نتاع الغوبا نتاعو نتاع العاده حسب لوبجيكتيف نتاعو. كان يحب يضعف يولي يطيح في البورسيون نتاع توسكي كربوهيدرات اتسيتيرا، دونك حاجات اللي هما تسمن ولا تزيد في الفوليوم، ويخلي البورسيون بروتيين، وهكاك يولي ينقص في البوا ويخلي الفوليوم المسكولير نتاعو. وبالنسبه للرياضه في رمضان، اللي يحب يضعف يترنى قبل شقان الفطر. قبل بقديه؟ قبل ديما اخر وقت يعني، قبل بساعه ساعتين ماكسيموم. ما يعطش بيان سور، خاطر هو باش يصوم دونك نهار كامل، ما عندوش سورس دينيرجي، ما عندوش ماء، ما عندوش يعني مش باهي انه واحد باش يترنى ما عندوش ماء، يكثروا لي كرامب ويكثروا الحاجات هذوما. لي بليسور وكل شيء. بيان سور. دونك قبل شقان الفطر باش يولي البدن ما عندوش سورس دينيرجي، يولي إيل أتاك لي كوش غريسوز ديريكت، يولي هو هما السورس دينيرجي، دونك يولي يحرق. فهمت؟ تخي بيان. كو سوا يحب يضعف ولا يحب يعمل، نقولوا نحن في كمال الاجسام زاد يقولوا التنشيف والحاجات هذيك كلها تمشي تابعه الكارديو، تابعه الحاجات اللي تصير اجان. اما امين الوقت يتبدل، معناها مش كيما باغ اكزومبل كان يترينا ساعه ونص يولي يترينا نصيف ساعه يزي، معناها يقصر في الوقت وبيان سور يقصر زاد ما يقوي ما يتقويش على لا مش انتنسيف. رمضان ما نجموش ترينيو انتنسيف. قلت احنا ديجا يعني لهنا الرياضي صايم ما عندوش سورس دينيرجي قويه، ما ينجمش يعمل افور كبير. دونك هو جوست معناتها يكتفي بانه يعمل يعني اكتيفيتي سبورتيف باش انه يحرق لي كوش غريسوز اللي عنده في بدنه الكل. دونك لهنا يولي ينقص في البوا ويعدل النظام الغذائي نتاعو ابارتير من شقال الفطر للسحور. باش نرجع لك امين على السؤال الاول، قلت لك الوجبات نتاع لي سبورتيف خمسة ولا ستة ولا أربعة سلون هو شنو قاعد ياخذ الوقت. أنا كرياضي في رياضة كمال الأجسام باش نحكي على كيفاش من شقان الفطر حتى للسحور تنسيق الوجبات حسب الوقت اللي هو يقصر في رمضان. وإحنا ذا نعرفوه، أنا بيرسونيلمون نعمل مع شقان الفطر ناخو ان شيكر بروتيين. علاش ناخو البروتيين؟ خاطر نعمل معاه كعبات تمر ديجا باش بو ريكوبيري شويه السكر والحاجات هذيك، والبروتيين باش يرجع لي شويه الانرجي فيسع فيسع اللي انا نهار كامل فاشل ونهار كامل ما فماش ماكله وكل شيء. وعلاش تقول لي انت بروتيين وقت اللي انت باش تقفطرك ديجا في الماكله فما بروتيين؟ نقول لك على خاطر البروتيين باش خاطر فاسيل ابسوربي للبدن، ريكوبيري بيه شويه حتى لين نعمل 20 مينوت 30 مينوت وبعديك نعمل لو بروميير روبا. نصغر في لي روبا
ملي كان الوقت مثلا بين لي دو روبا مثلا ثلاثه سوايع يولي بين ساعه ونص وساعتين ماكسيموم، هكا كي نجم الرياضي يكمل الوجبات نتاعو. نقصوا في الانترفال نتاع الوقت ونقصوا في الكونتيتي زاد ونكثروا زاد في نشربوا زايد ماء والسوائل اللي ما يكونش فيها السكر بيان سور. تري بيان. دونك ماء والمخيط وحاجات ديتوكس هذوكم باهيين برشا يسهلوا الهضم ويخليوا البدن يعني يتنفس بالبدا ويروى ويرجع اللي خسروا في النهار. اخر حاجه امين في السحور شنو منصوح للي سبورتيف؟ في السحور باه في السحور فما انا ننصح خاطر بعد السحور باش يقعد برشا وقت البدن يجوع، لو حتى كي نرقدوا نحن البدن يقعد يخطئ. دونك انت حتى كي تقوم من النوم تلقى روحك جيعان سي اوتوماتيك ولا عطشان. دونك فما بروتيين يتسمى كازيين. الكازيينات هو يخلي البدن ياخو من ياخو من الغباء هذاك اما بشويه بشويه، هو بروتيين لون. داكوغ. موجود في الجوتا. اي. نجمو نعملو جوتا، نعملو كعبات تمر، نعملو شويه بنان ونعملو تنجم تعمل اي حاجه مثلا فلوكون دافوان مع السحور مع كعبات بنان، كعبتين ماكسيموم، شويه تمر. وشويه قوطه وهذا ينجم يكون من احسن الحاجات السحور للرياضيه. تري بيان، ميرسي بوكو محمد امين على النصائح هذوما. كان معنا محمد امين فخفاخ محترف كمال الاجسام. دونك شيف باش نبداو في الديسير، في الديسير بلوتو. عندنا واحد برك اليوم. عندنا زوز، دونك عندنا واحد كيك فانواز سانسو. اي والاخر ديتوكس، سي با ان ديسير باهي. دونك ناخذوا الروبو نتاعنا شنايدر باش نحضروا به البريباراسيون تاع الكيك والبريباراسيون باش نجيبها تاع فانواز. دونك كيك فاني شيفة كي العادة، كيك فاني باش ناخذوا لهنا كي العادة المقلة نتاعنا. اي نجيب لك جولدينا بلوس. دونك شيف باش نبداو نحضروا البريباراسيون نتاعنا. نسحقوا 100 غرام تاع دونك جولدينا بلوس. جولدينا بلوس. هاي تفضل شيف. ونحلوا البريباراسيون بيان سور. نحلوا البريباراسيون نتاعنا. فات عليك شيف. شيف تعطيني المقص. ميرسي. اي بريباراسيون هاي حاضرة. عندك 100 غرام جو فاني. باه 100 غرام تاع الماء حاضرين. 100 غرام هي 100 مليليتر شايفة. 100 مليليتر باه. ونبداو كي العادة ناخذوا بالكعبة بالعظم بالكعبة بالكعبة. والحاجة باهية شايف اللي هذيا تسكر باش ما تخليش الخليط نتاعنا ينطر في السكيورتي أولا حتى علينا احنا. تري بيان. وحتى على الفرينة والكلاب باش ما يبداش يطير. باهي تري بيان. هذه الثانية والثالثة. Très bien. Voilà. Je vais la faire avec une troisième vitesse. Très bien. Voilà. Je vais la faire avec une troisième vitesse. Très bien, chef. La préparation est en cadre. البقيه باش نكملوا بيدينا. باهي. باش نخلطوه في نفس بعد ما اون سباتيل.
ها شو باش نزيدوها شيف؟ دونك باش نزيدو الفلاكون دو فان. اه تري بيان. باه حط لهنا شيف تو بعد نغسلوها نستعمل ليكيد فيسيل تاع ليلا. تري تري بيان. دونك لهنا باش نستعملو فوالا 50 غرام نوازيت. اي فوالا كلها لي فخوي سيك باهين انصافا. فيهم كميه باهيه بتاع معادن واملاح معدنيه. انكور فما الحديد راهو في لي فخوي اولاجينو. تري بيان باه دونك عندنا لي فخوي سيشي زاده. فوالا دونك عندنا المشمش وعندنا المشمش الشايح دونك وعندنا كيف كيف كرموس. كرموس شايح باه دونك لي فخوي سيشي انصاف. بيان سور سي اون سورس دو غليسيد سكريات باهيه على خاطر فيها منافع للبدن املاح معدنيه ومعادن. تري بيان باهي. كيف كيف الزبيب دونك حطينا 50 غرام نوازيت 50 غرام زبيب حطينا ما بين الشريحه اللي هي الشريحه الكرموس وعندنا المشمش الشايح 50 غرام 50 غرام تري بيان. كيف كيف وزوزه زوزه باهيه للمخ هي ريش ان اوميغا 3 اون بلوس معناها بور لا سيركولاسيون سانغين ونمو الخلايا العصبيه اللي اكسلون. تري بيان ونكملوا بالفلوكون دافوان. دونك هذويا 80 غرام فلوكون دافوان باش نصبوا دونك شويه نحطوها كيما هي شيف ما نرحيوهاش خاطر كي نرحوها باش تولي بودر. دونك البودر باش يرزل لنا شويه داك باه. تري بيان بات حاضر جوست شويه خليته باش نزينو زين به من الفوق باه. دونك عندنا المول اللي باش نحطوا فيها شيف اللي هي دونك باش نعملوهم هكايا دونك انت مالا تكمل لي غامكان نتاعك وانا باش نمشي لا مش نمشي شيف خاطرني ما نوصلهاش باش نعملو ديتوكس دونك كان تزمد لي السنتريفيجوز نتاع شنايدر. دونك شنايدر ما شاء الله كي تحطها تلصق اي دونك ما شاء الله عليها لي فونتوز بور لا سيكوريتي. دونك سنتر فيزاج تاعنا. باهي. نمدو شنو باش نعملو الكون فخوي. دوك عندنا في الديتوكس تاعنا اخترنا باش نحطو عندنا نعناع. وعندنا التفاح. كعبة تفاح. وعندنا وحدة كاروت. البرقينة نحطوها كيما هي شايفة. كيما هي. تري بيان. وعندنا وعندنا الكاروت. وشوية النعناع اللي بقى. دوك باش نصبوه شوية. بيان دونك شيف الجو نتاعنا حضر حضر ديتوكس نجيب لك الكوب. فوالا كوب توتون انا باش نصب الكيك. باه فوالا كيك. اه تري بيان واش نحطوه في الفور شيف؟ الفور دونك كي العاده 40 مينوت. تري بيان دونك الفور يبدا بخي شوفي. فوالا كي العاده فوالا دونك ديتوكس تاعنا حاضر. تري بيان نعملو مسحة خفيفة. فوالا وكل شيء حاضر شايفة. فوالا دونك ميلا نتقابلو في الدريساج. فوالا ان شاء الله. يعطيك الصحة شيف المنو محليه في برشا الوان وهيلثي. كل هذا اليوم عملنا بيان سور عملنا حاجه هيلثي عملنا ليجوم بالفابور اي كيما فسرناها بكري دونك عملنا افلي دو بوف. دونك ديما انا اللحم خير انه يطيب وبعد يتوقع باهي مستحسن. ولا عملنا سباجيتي دونك انتغرال ورده ورده اي ولا كتبنا بالديسير بتاعنا اللي هو زاد كيف كيف في برشا حاجات باهية من الكيك فانواز حاضر بريباراسيون فانواز سان سكر وزدناها بيان سور لي فخوي سيشي ولي فخوي واللي يحب زاد يعمل شويه عسل دونك تكون حاجه تري بيان. عايشك شيف ميرسي بوكو انصاف. ميرسي.
منو ياسر مزيان وبنين ان شاء الله الرياضيين تاعنا الكل ديما متالقين. ميرسي بوكو انصاف، ميرسي شيف. انا زاد عندي لي ريميرسيمون بالنسبه للي سبونسور اللي كانوا معنا في الحلقه هذه، ليلى نجمه، جولدينا بلس، فانواز، سيكام، ورده، شنايدر، تيفال، حوشنا، انوفا كونسيبت، جيو كونسيبت، ماج ديستريبيوشن، اي بيان سور باتسري بن يدر اللي باش تلقاو فيها الشيف وليد كالعاده. باتسري بن يدر بالهدار ولاك مرحبا بكم. مرحبا للناس الكل، قال لي كنقول لكم شهية طيبة ونتقابلوا في موعد جديد كالعادة نفس التوقيت الخمسة العشية على نفس القناة نسمة جديدة. هذا البرنامج برعاية ليلى. تتمني لكم رمضان مبروك. ليلى تتمني لكم رمضان مبروك. انتوما اخترتوا سي كامبلي برودوي د لاني 2023. فانواز حلوة منك. جولدينا محلاك محلاك يا لميمة. وديما عورة أصل الشمية.